ينضم إلينا الأستاذ صلاح عبد الشكور مدير المركز الإعلامي الروهينجي. يعني أستاذ صلاح، في كل يوم يظهر تقرير أممي حول الممارسات ضد الأقلية المسلمة في أراكان، لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم عنايتكم بهذه القضية. أولا طبعا التقارير الأممية التي تصدر هي أصبحت من يعني المعروفة الآن، جميع التقارير وجميع المنظمات وجميع الهيئات التي تبحث أقلية الروهينجيا تخرج تقارير فظيعة ومهولة للغاية، ولكن على أرض الواقع هنالك تباطؤ كبير جدا في اتخاذ قرارات مماثلة لردع وإيقاف هذه الانتهاكات التي تجري الآن في ولاية أراكان ضد أقلية الروهينجيا. في نظري حقيقة السبب الرئيسي في ذلك أن العالم حتى هذه اللحظة يعني بات ينظر لقضية أقلية الروهينجيا بكثير من الخجل وبكثير من يعني الضبابية. لم نجد حتى مواقف قوية إلا من بعض الدول اليسيرة في الوقت الذي كان يجب أن يعني يقف العالم ويتحرك لإيقاف هذه المجازر. الأقوى قرار حتى اللحظة في نظري قرار هيئة الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق. طبعا هذا القرار قوبل برفض من جيش ميانمار ومن حكومة ميانمار. لا ندري كيف ستتصرف الأمم المتحدة، وخاصة في ظل أن عدد من المراقبين يقولون أن هذا القرار قرار بعث لجنة تقصي حقائق هو قرار أساسا غير ملزم. فنحن نترقب المشهد الآن، وهنالك يعني تأهب من قبل مجموعة من الدول التي ستتشكل منها هذه اللجنة. نعم، ما هي الأوضاع الإنسانية حاليا في أراكان، وهل هناك مساع من دول الجوار لحل مشكلة اللاجئين؟ نعم، الأوضاع الإنسانية حقيقة مزرية. نحن على مشارف شهر فضيل، هنالك طبعا القيود لا زالت مفروضة على جميع الروهنجيين، المؤن الغذائية تكاد تكون منعدمة خاصة في المخيمات، هي زنازين إن صحت التسمية، يعني هم يسمونها مخيمات نزوح داخل وطنهم في أراكان. الأقلية الروهنجية يفتقدون لأبسط مقومات الحياة. الجانب الصحي طبعا منعدم، اليونيسيف يعني بدأ يصدر تقارير أيضا مهولة حول يعني فقدان كثير من الأطفال ومن صغار السن الذين يفتقدون إلى الغذاء الصحي، وأيضا يفتقدون إلى الغذاء وإلى العقاقير التي يحتاجون إليها. الوضع الإنساني صعب للغاية حقيقة. في شهر رمضان المسلمون هنالك لا يستطيعون حتى يعني أداء الصلوات جماعة أو أداء صلاة التراويح، ولا يتمكنون من التجمع للعيد. هذا الحال هو ذات الحال الذي كان عليه الروهينجيا قبل أكثر من 40 أو 50 سنة. يعني حقيقة السؤال المحير، لماذا لم يتغير هذا الواقع رغم انتقال حكومة ميانمار إلى الحكومة الديمقراطية الآن بزعامة زعيمة السلام إن صح هذا اللقب لسوسي التي تدير البلاد الآن، وهي شريكة مع الجيش في كل ما يجري ضد هذه الأقلية المستضعفة في ولاية أراكان بورما. نعم، الأستاذ صلاح عبد الشكور مدير المركز الإعلامي الروهينجي، شكرا جزيلا لك.